بالنسبة للأسئلة الموجهة بخصوص تأثير وسائل الأعلام، من حيث السؤال الأول تأثير وسائل الأعلام في الشحن الطائفي، يعني احنا جميعا ندرك أن الأعلام هو رسالة، وهدف الأعلام هو الرسالة لإظهار أي واقع أو حدث أو ظرف. ففي الحالات الأزمات وغير الأزمات الإعلام بيكون له دور كبير بشحن الطاقة الإيجابية للمجتمعات أو شحن الطاقة السلبية. في ظل الأزمات الإعلام بيلعب دور كبير، لأنه الناس بتعتمد على الإعلام، بتعتمد على الإعلام كوسيلة لاستقبال الأخبار والمعلومات. أما الرسالة الإعلامية اللي بتكون مشحونة برسائل طائفية ورسائل تحريض، خاصة بمجتمعات خلينا نقول هي مجتمعات نائية، ليس جميع المجتمع فيها نخب قادرة لتقرأ الواقع. في كتير مجتمعات بسوريا بتقرأ الواقع عبر المرسل إليها من قبل وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الجماهيرية ذات الجمهور الواسع، التي تبني نفسها على الصحافة الصفراء والبروباغندا، التي تحاول أن تؤثر في المجتمعات عبر الرسائل السلبية. لذلك نستطيع أن نقول نعم، الوسائل الإعلام إذا أتاحت لنفسها المساحة لتعطي سلبية في المجتمع وشحن طائفي، سيكون لها ذلك. ورأينا وللتجارب التاريخ تجارب كثيرة، صراع رواندا بين قبيلتين كان بسبب تحريض أحد الإذاعات. اليوم في سوريا هناك تحريض من عدة وسائل إعلام تعمل على الشحن الطائفي. نعم، بالنسبة للسؤال الثاني، نحن لما بنحكي عن ثورة، إذا نحن بنحكي عن قيمة إنسانية جلية. الثورة تكون للتغيير، تكون نحو تطوير وتنمية المجتمع. الثورة يجب لا ترافق بإعلام تحريضي، إعلام يساهم في شرخ أكثر. وظيفة الإعلام ووظيفة الصحفي هي المساهمة بتنمية المجتمع، بتطوير المجتمع، بأخذ المجتمع نحو التغيير. لأن المجتمعات التي يحصل فيها ثورات عادة يكون فيها خلل ما، نظام مستبد، يجب أن يخلق هذا بديل يكون ديمقراطي يساعد في تغيير المجتمعات، لا أن يكون الصحفي ووسائل الإعلام محرضة أكثر. حقيقة يعني يجب ليس فقط أن أقول ماذا يجب أن تفعل هذه الوسائل، بل يجب أن أعمل أنا وجميع الصحفيين وكافة المؤسسات الإعلامية على العمل على تبيان واجهة إعلام حقيقية ذات مصداقية للجمهور، وأن نستطيع أن نوصل للجمهور الفكرة الصحيحة. وفكرة أن هناك وسائل إعلام تعمل على التحريض، يجب أن نقف في وجه التحريض وخطاب الكراهية من قبل وسائل الإعلام، وأن نساهم أكثر في زرع أفكار تساهم في نبذ التحريض ونبذ الطائفية في هذا المجتمع. هذا هو الدور الحقيقي للإعلام الذي يريد التطوير المجتمعات ومساعدتها. حقيقة ندرك تماما أن نحن نعيش في ظرف سيء، نعيش في ظرف حرب، في ظرف أزمة. الأزمة تخلق إعلام سلبي وتخلق إعلام إيجابي، يعني يجب نحن دائما أن نبحث عن الإعلام الإيجابي، ويجب على جميع الصحفيين أن يقدروا أخلاقيات وقواعد بيئة العمل الصحفي. كمؤسسات إعلامية يجب أن تتقيد بالقوانين والتشريعات الدولية المطلوبة، والصحفي يجب أن يلتزم بالمعايير الدولية. فحقيقة ربما يستطيع الصحفي أن يسمي نفسه صحفيا، ولكن من لا يتقيد بالمعايير الصحفية يفقد القيمة الصحفية ويفقد المعايير والأخلاقيات التي وضعتها الصحافة.